بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليك يا قدر العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين. اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم العزيز العليم. رب العرش كفى بالله الله خير الكافرين ودار الزاهرين. ورضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. الحمد لله pada kesempatan ini kita sama-sama masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat menambah-nambah masalah ilmu agama dan juga sekaligus kita dapat beriktikaf di masjid ini. Nawaitu wa taqiyyati adalah masjid Sultan Ridha Ilahi.